تظاهر العشرة من أهالي حي الرسول في محافظة كربلاء المقدسة وهو أحد الأحياء العشوائية من أجل إيقاف إزالة بيوتهم أو تعويضهم من قبل الحكومة المحلية بعد قرار إزالتهم. ناس فقراء، عمي ما عندنا مأوى، عمي ما عندنا مأوى، عمي والله ما عندنا سكن، عمي والله ما عندنا شبر بالعراق، عمي بالقرآن الكريم ولدنا بطلوا من المدارس يا عمي، والله كتلنا الضيم يا عم. احنا عايشين بدولة إسلامية، وجدت الإسلام في الغرب ولكن غير مسلمين، ووجدت الإسلام في الشرق هم ما مطبقين من عنده شبر. الله يخليكم سوون هذا الحل، يعني كافي. هذا الشفل إجا، هذا الشفل شوفوا إجا راح يفلش زين، هذا الشفل إجا ودا أبو البلدية، ودا المدير مال البلدية. مشكلتنا المناطق العشوائية والفقيرة، عرفت شلون؟ البارحة اجوا بلغونا كتاب اعطونا، ماكو ولا توقع قوة مروعة على الكتاب تشيل خلال 24 ساعة خلاء البيت، اما تفليش الشفل يفلش البيت على عائلتك، عرفت شلون؟ احنا المناطق العشوائية مو مجلس النواب وقف التنفيذ، عرفت شلون؟ مو مجلس محافظة كربلاء وقف التنفيذ، هاي هسا قبل الانتخابات وجهة تجي ترفع وجهة تجي تكبس، عرفت شلون؟ واحد يجي يفلشك والثاني يجي، عرفت شلون؟ يأمن لك ويقول لك يم وما حد يفلشك، عرفت شلون؟ نطالب مجلس محافظة كربلاء، عرفت شلون؟ ونطالب مدير بلدية كربلاء بتوقيف التنفيذ مال تفليش المناطق العشوائية، عرفت شلون؟ عمي احنا بشتاء وعندنا جهال وعندنا مدارس، شنو يومية يجيك واحد يهزك؟ انا شجرة ويهزني يومية واحد يجيني، عرفت شلون؟ احنا مو عراقيين، احنا ابنائكم، ابناء وطن عراقي، لا ابناء اسرائيل، لا ابناء فلسطين، لا ابناء دول الاوروبية، دول اوروبية، دول خليجية، دول يهودية، ما تفلش مواطن يهودي، لا اسرائيلي، لا امريكي، كل الدول ملتحدة إلى دولة العراق. نطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محافظة كربلاء يطالبنا السيد المحافظ، احنا مواطنين في أحياء تعبانة، أحياء مفلشة، أحياء منهارة، شعوب تعبانة، ناس لا عندها لا أكل لا شرب لا مصارف لا هاي، تجد دولة تفلشهم. يا بليش سيادة المحافظ أنت متجاوز، عم نعم متجاوز على أرض الوطن صحيح، أنا رجال عراقي أطالب في حقوقي، أطالب في شعبي، أعطيني حقوق، ثبت لي حقوق محافظ كربلاء.